أحبائي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات، إذا من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الأول الابتدائي. إذا أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، إذا ودرس جديد بعنوان مقارنة وترتيب الأعداد من 1 إلى 5. جيد، قبل ما نبدأ الحصة ديالنا ما تنسوش اللي مشتركش عندي اشترك، وكذلك ايضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. على بركة الله غادي نبداو الدرس ديالنا او الحصة ديالنا. اذا نبدأ بنا نفهم ونطبق. يملك علي 4 دراهم، نحدد ما يمكن شراؤه او ان يشتريه بها. لدينا هنا علي عنده 4 دراهم فقط، 4 دراهم فقط. هنا سوف نحدد ما يمكن لعلي أن يشتريه ضمن هذه الأدوات. نتذكر أنه لديه 4 دراهم فقط. إذا يمكن أن يشتري المنجرة، كما يمكنه أن يشتري القلم، كما يمكنه كذلك أن يشتري الممحاة. لماذا؟ لأن 4 دراهم هو ثمن المنجرة. وهنا إذا كان أراد أن يشتري قلما فهو سيشتري القلم وسيبقى له درهمان، لأن 4 أكبر من 2. كذلك نفس الشيء بالنسبة للممحاة. أما المقلمة فلا، لأن المقلمة ثمنها هو 5 دراهم، يعني عددها أكبر من العدد الدراهم التي يتوفر عليها أو يملكها علي. إذن سوف نكتب منجرة، يمكنه أن يشتري منجرة منجرة، يمكنه أن يشتري قلم، يمكنه أن يشتري ممحاة، ممحاة. جيد، ننتقل الآن إلى سنوالي. أقارن بإضافة الرمز المناسب، أصغر، أكبر أو تساوي. عقلوا لها، هذا الرمز هذا كنسميوه أصغر. غتهزو اليد اليسرى، غتحلوها بهذا الشكل هذا، هذه يدي اليسرى، هذا أصغر، والعكس اليد اليمنى هذا أكبر. عقلوا عليها وتساوي ربعنا. وقارن بإضافة الرمز هذا، ماذا قلنا؟ أصغر وهذا أكبر وهذا تساوي. نبدأ هنا لدينا 2، لدينا نحلتين وزهرتين. هل عدد النحلتين أكبر أو أصغر أو يساوي عدد الزهرات؟ يساوي، 2 تساوي 2، لدينا نفس العدد، إذن غندير رمز تساوي. لدينا هنا دعسوقة وزهرات، لنقوم بتعداد عدد الزهرات. لدينا 1، 2، 3، 4، 5، ولدينا كم دعسوقة؟ لدينا 1، 2، 3، 4. هنا نلاحظ أن العدد الأزهار أكبر من عدد الدعسوقات، إذن سوف نضع الرمز أكبر. لاحظوا معي هذه الزهرات، لدينا 1 و2، وعدد الفراشات لدينا 1، 2، 3. إذا عدد الفراشات أصغر من عدد، عفوا، عدد الزهرات أصغر من عدد الفراشات. أديرو الرمز أصغر. جيد، ننتقل الآن إلى تمرين موالي. ألون خانة أكبر عدد في كل شريط. إذا هنا شاهد الشريط هذا، لدينا 3 و4، إذا عدد 4 هو الأكبر، هو الكبير.
إذن سوف أقوم بتلوينه بهذا الشكل. هذا الشريط الموالي لدينا 2 و1، إذن 2 أكبر من 1. جيد، ثم لدينا هنا 1، 3، و2، إذن أكبر عدد هو 3. غنلونو بهذا الشكل. ثم الشريط الموالي لدينا 2 و5 و3، إذن 5 فهو أكبر عدد. غادي نلونوه بهذا الشكل هذا. السؤال الموالي، ولونوا خانة أصغر عدد في كل شريط، يعني العكس، غادي نلونو دابا أصغر عدد في كل شريط. هنا أصغر عدد هو في هذا الشريط هو 1، هو 1 صغير. ثم الشريط الموالي لدينا أصغر عدد هو 2. الشريط الموالي أصغر عدد هو 2 كذلك، وفي الشريط الموالي هو 1 بهذا الشكل هذا. جيد. السؤال الموالي، أكمل بكتابة الأعداد والرموز. أصغر، أكبر، تساوي. لدينا 2 و3، 2 أصغر من 3. ثم هنا لدينا العدد 5 والعدد 4، 4 أكبر من 5. ثم هنا لدينا 3 و3، إذن نكتب هنا 3 نقاط و3 نقاط، إذن تساوي. جيد. ثم نشوف التمرين الخامس، أكمل كما في المثال. لدينا هنا المثال 2 أكبر من 1، ثم هنا 5، إذا سوف نرسم 5 نقاط، 1، 2، 3، 4، 5، ثم نرسم 3 نقاط كذلك، 1، 2، 3، إذا 5 أكبر من 3. ثم هنا لدينا نقطتان، لدينا 4 و2، إذا 4 أكبر من 2. جيد. إذا هنا أثبت تعلماتي بهذا الشكل هذا. لدينا هنا 5 أكبر من 2، لدينا 1، 2، 3، 4، 5، وهنا 2، إذا طبيعة الحال 5 أكبر من 2. ثم هنا لدينا 2، 2، إذا تساوي. هنا لدينا 2 و4، 1، 2، 3، 4، إذا 2 أصغر من 4. هنا لدينا معجم مساعد، أكبر بلي غران، أصغر بلي بوتي، يساوي إيغال. هادو أحسن أنكم تحفظوهم. نمر الآن إلى الصفحة الموالية. أكتب الأعداد والرموز، أكبر أو أصغر أو تساوي. لدينا هنا هاد الأشكال هادو، 1، 2، أكتبوها بعدا. ثم هنا لدينا 4 قطع. وأربعة، إذا 2 أصغر من 4. لدينا هنا مخبوزات وقطع الحلوى، كم مخبوزا لدينا هنا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 5 قطع من المخبوزات، وكم قطعة من الحلوى؟ لدينا 2، إذا 5 أكبر، إذا قطع المخبوزات أكبر من قطع الحلوى. لدينا هنا حبات التوت وحبات المشمش. حبات التوت كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، نكتب العدد 5. وحبات المشمش كم؟ 1، 2، 3، بهذا الشكل. إذا حبات التوت أكبر من حبات المشمش. جيد. ثم نشوف التمرين الموالي، أكتب الأعداد الممثلة على المعداد وأقارن باستعمال الرموز. لدينا هنا 1، 2، 3، نكتب العدد 3، ثم هنا لدينا 1 فقط، إذا 3 أكبر من 1. هنا لدينا 2
في المعداد واثنان كذلك ايضا في الجهه الاخرى. اذا لدينا هنا تساوي. جميل. التمرين موالي، اكتب الاعداد الممثله ثم اقارن. لدينا هنا مربعات، هنا لدينا اثنان، وفي الجهة الأخرى لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، سوف نكتب العدد خمسة ثم نقارن. إذا اثنان أصغر من خمسة. ثم لدينا في الجهة الأخرى أو المعداد الموالي واحد اثنان ثلاثة، سوف نكتب العدد ثلاثة. في الجهة الأخرى لدينا واحد ثلاثة أكبر من واحد. جميل. شوفوا الآن التمرين الموالي، ورتبوا الأعداد تنازليا باستعمال الرمز المناسب. تنازليا يعني من الأكبر إلى الأصغر. تنازليا هنا احنا كنهبطوا كننزلوا. إذا ثلاثة غنديروا ثلاثة أكبر من، لا عفوا لدينا هنا أربعة ما باش ليا. إذا أربعة أكبر من ثلاثة، كان يسحب لي واحد. أربعة أكبر من ثلاثة، ثم ثلاثة أكبر من اثنان. جيد. هنا ورتبوا الأعداد تصاعديا باستعمال الرمز المناسب. تصاعديا يعني من الأصغر إلى الأكبر. إذا هنا أصغر واحد هنا هو اثنان، غنديرو أصغر من ثلاثة، والثلاثة أصغر من أربعة، وأربعة أصغر من خمسة. جيد. التمرين الموالي يقول: قالت إيمان عدد الأرانب أكبر من عدد السلاحف. أتأكد ثم أحيط الجواب الصحيح. إذا قالت أن عدد الأرانب أكبر من عدد السلاحف، إذا نحسب إحنا عدد الأرانب وعدد السلاحف. واحد اثنان ثلاثة، لدينا كم أرنب؟ ثلاثة أرانب. وكم سلحفاة؟ لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذا لا، بل العكس، عدد السلاحف هو اللي أكبر. تمرين 12، أكملوا بكتابة الأعداد أو الرموز. ثلاثة وخمسة، ثلاثة أصغر من خمسة. ثم أربعة أكبر من اثنان. ثلاثة تساوي ثلاثة. خمسة وثلاثة، إذا خمسة أكبر من ثلاثة. ثلاثة أصغر من أربعة مثلا. ثم عدد يكون أكبر من ثلاثة، نديرو خمسة. خمسة أكبر من ثلاثة. ثم واحد واثنان، هنا في واحد أصغر من اثنان. أربعة تساوي أربعة، واحد أصغر من ثلاثة مثلا. جيد. نشوف دابا التمرين الموالي. السؤال هنا يقول، عفوا، أكملوا كما في المثال. المثال هو هذا. لدينا هنا كم حمامة؟ لدينا ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. وكم سمكة؟ لدينا سمكتان. إذا ثلاثة أكبر من اثنان، صحيح، ثلاثة أكبر من اثنان، واثنان أصغر من ثلاثة. هي هذه، واثنان أصغر من ثلاثة. نفس الشيء غنديرو هنا. كم مثلج لدينا هنا؟ خمسة. وكم هنا حلوى أو مخبوز؟ لدينا أربعة. إذا أربعة وخمسة، خمسة أكبر من أربعة، وأربعة هنا أصغر من خمسة. هنا لدينا واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة ثم هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذا ثلاثة بطبيعة الحال أصغر من خمسة، وخمسة أكبر من اثنان من ثلاثة. جيد. تمرين موالي، وقارنوا باستعمال الرمز المناسب. أكبر أو أصغر أو تساوي. عدد التفاحات مقارنة بعدد الإجاصات. لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نكتبو خمسة.
ثم هنا لدينا كم إجاصة؟ 1 2 3 اكتبوا 3، إذا 5 أكبر من 3. كم فرشة هنا لدينا؟ 1 2 نكتبوا العدد 2. كم وردة لدينا؟ لدينا وردتين كذلك. إذا شنو هو الرمز المناسب؟ يساوي، صحيح. إذا هنا كم أناناس لدينا؟ 1. وكم موزة؟ 2. إذا الرمز المناسب هو 1 أصغر من 2 بهذا الشكل. جيد. ثم الآن نمر إلى التمرين الموالي. ألون أكبر عدد. شنو هو أكبر عدد هنا؟ هل هو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5؟ طبيعة الحال أكبر عدد هو 5. نمرون بهذا الشكل، هذا 5. جميل. السؤال الموالي يقول ولونوا أصغر عدد، يعني أصغر واحد فيهم. 1 2 3 4 5. شنو هو أصغر عدد؟ هو بطبيعة الحال 1. هذا الشكل، هذا جيد. السؤال، عفوا، السؤال الموالي أعيد ترتيب الأعداد تصاعديا باستعمال الرمز. تصاعديا بمعنى من الأصغر إلى الأكبر. حنا كنطلعو، إذا غنكتبو تصاعديا، إذا غنكتبو هنا 1 وهنا غنكتبو 2 وهنا غنكتبو 3 وهنا غنكتبو 4 وهنا غنكتبو 5. إذا الرمز المناسب غيكون هو أصغر. 1 أصغر من 2، و2 أصغر من 3، 3 أصغر من 4، و4 أصغر من 5. جيد. السؤال 18 أعيد ترتيب الأعداد تنازليا باستعمال الرمز المناسب، يعني من الأكبر إلى الأصغر، من الكبير للصغير. إذا 5 هو الكبير، ثم كيتبعوا 4، ثم كيتبعوا 3، كيتبعوا 2، وكيتبعوا 1. شنو هو الرمز المناسب؟ الرمز المناسب هو أكبر. نديرو بلون آخر باش يبان لينا. هنا أكبر، 5 أكبر من 4، 4 أكبر من 3، 3 أكبر من 2، و2 أكبر من 1. جميل جدا. نتقي الآن، نتمنى أن الشرح ديالي يكون واضح. إذا ننتقل الآن إلى التمرين الأخير، 18. وقارن أعداد الأصابع المزينة بالحناء باستعمال الرمز المناسب. جميل. إذا كم أصبعا لدينا هنا؟ 1 2 3 هي هذه. وكم أصبعا لدينا هنا مزين؟ 1 2 3 4 5. إذا 3 أصغر من 5. سهل، الأصغر والأكبر، سهل جدا. إذا هنا لدينا 4 4، إذا لدينا هنا الرمز تساوي. ثم هنا عدنا كم أصبع مزين؟ لدينا 2، وفي الجهة الأخرى لدينا 1. شنو هو الرمز غنديرو؟ 2 أكبر من 1 بهذا الشكل. جميل جدا. إذا بهكا كنكونو سالينا الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. إذا ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي يشترك، وكذلك هذا نخليو ليجي لهذا الفيديو هذا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في الحصة الماجية إن شاء الله.